تقييمك للسلسله الرمضانيه ديال هذه السنه؟ اختي ما تسولنيش على السلسله الرمضانيه حتى انا ديالي كيدوز تما، فما عنديش علاش غادي نقول لك. ما نقدرش، ماشي انا اللي كنقول شنو كيف جاتني، الجمهور هو اللي كيقول الجديد فيها. لا كفنانة الجديد فيها هو اني رجعت، هو عندي عوده للجمهور اللي كان دائما كيتوحشني وديما كيسول عليا وكيسول على الغياب ديالي، وكل شيء كيقول بلي باقا مريضه. انا دابا رجعت باش نثبت لهم بلي ان الحمد لله ربي نعم عليا بالصحه جديده ونعم عليا بطاقه جديده ورجعت بحله جديده، وباش نقول لكم بلي انا كاينه وانا رجعت باش نطلل على الجمهور ديالي باغدون لاني توحشته كما هو توحشني. يعني اما باش نعطي تقييم، ماشي انا اللي كنعطي التقييم، الاخوان النقاد والجمهور هو اللي كيعطي التقييم. وانا الا كنت حامضه وهذا انا كنعتذر على راسي بعدا الا كنت ماشي في المستوى المطلوب. هذا المهم عندي هو انني رجعت في عوده جديده وطليت على الجمهور من جديد من بعد غياب ديال السنين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.